السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم في الدرس هذا غادي نتحدث عن ذلك وتلك وكيف نفرق بينهما. ذلك تستعمل للبعيد للمذكر، للبعيد المذكر نستعمل في القريب هو، وفي البعيد ذلك، أو عفوا هذا، وفي البعيد ذلك، وفي القريب في المؤنث نستعمل هذه، وفي البعيد نستعمل هو تلك. اليوم غادي نتحدث عن تلك قبل ذلك، نتحدث عن تلك قبل ذلك. في الكلمات نجد كلمة ثم كلمة التي تأتي بعدها، ماذا نكتب قبلها، تلك أم ذلك؟ مثال كلمة الشجرة، الشجرة، الشجرة تنتهي بتاء، تاء المؤنث، إذن هذه التاء تصبح في الأول وتكتب تلك. سهلة جدا. نضيف مثال آخر، جميلة حرف التاء نكتبه هنا، تلك جميلة. نضيف مثال آخر، مدرسة تلك، تلك مدرسة. نعود إلى ذلك، ما غير التي فيها تاء نكتب ذلك، التمثال، الباب، البيت، كلها نكتب فيها ذلك، ذلك. مفهوم؟ حسن. إلا في حالة الأسماء، مثال، مثال نسرين هي مؤنث، ما فيهاش حرف التاء، لكن لا نكتب ذلك نسرين. اسم بنت معناها تلك، أو بنت ما فيهاش تاء مربوطة نكتب تلك، لأن البنت هي مؤنث. ما عدا ذلك تكتب تلك عندما تكون الكلمة التي بعدها تاء مربوطة، والمذكر عدا ذلك نكتب ذلك. مفهوم؟ الآن نشوف عندنا مثال وتساعدوني فيه. السؤال، املأ الفراغ ب ذلك تلك. أعجبتني نقاط الشجرة، واش قلنا؟ قلنا التاء تاع الشجرة المربوطة نضعها في أول الفراغ، تبدأ تاء تلك. أعجبتني تلك الشجرة، والمنظر هنا لا يوجد تاء، نضع ذلك، وذلك المنظر. زرت تلك الحديقة وأعجبني ذلك، لأنه لا توجد هنا تاء، ذلك التمثال. قالت ليلى، انظري يا أمي إلى ذلك، لا توجد تاء، ذلك المحل. أريد أن أشتري تلك اللعبة،